السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى لكم تكونوا على خير إن شاء الله مع وصفة جديدة. اليوم غنحضروا مع بعضياتنا تيراميسو، وصفة جد سهلة ولذيذة ومكونات جد بسيطة. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نحتاج البسكوي بودوة خاص، هذا البسكوي خاص بتيراميسو، وكريمة سائلة وبودرة كاكاو وجبن. غنقدروا نستعملوا جبن فيلادلفيا او جبن عادي خاص بالكاطو بالعود ماسكاربون. غناخذوا علبه الكريمه السائله وغنضيفوا ليها سكر سنيده ونطربوها مزيان. من بعد غنضيفوا داك الجبن على الكريمه وغنحاولوا نطربوا من جديد حتى نحصلوا على الخليط المتجانس. بعد ما وجدنا الكريمه وكنا مسبقا وجدنا كاس ديال القهوه سريعه الذوبان نسكافي وحطينا على جنب باش تبرد. من بعد غنخليكم ان شاء الله مع طريقه التحضير. ومن بعد كنبداو نزينو فيها من الفوق ببودرة كاكاو. في الأخير نتمنى هاد الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم، ما تنسونيش من اللايكات ومن التعليقات الرائعة، وحتى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة.